11 سبتمبر واحد لادات اللي مني بدينا كنسمعوا 11 سبتمبر ولينا كنسمعوا بزاف الارهاب الحرب على الارهاب الامن الوغ كان شي ما كانش قبل بهذه الحده هذه واحد الحرب على زعما المسلمين كم كوا لا راه كاين تشدد كاين هذا المسلمين بوحدهم هما اللي كيديروا ولا هما اللي اغلب الاحيان كيديروا دونك هادشي اللي يمكن لي نقول على 11 سبتمبر 11 سبتمبر دونك سي اون دات كي نو رابيل كو دو موفي شوز سي اون دات كي نو رابيل لي اتونتا الارهاب كي قلتي الى اخره و pour moi l'Irab ou les musulmans n'ont aucun rapport, c'est deux choses complètement distinctes. Dans quel sens ? Dans le sens où l'Irab n'a jamais été l'islam ou la blague. L'islam c'est une religion de paix, c'est une religion où les gens se sont bien bien ensemble, c'est une religion où ils ont des relations très fortes et amicales avec les autres. L'Irab c'est un autre type de choses, c'est pour moi c'est des gens qui ont des troubles psychiatriques, des gens les maqarins, ou des gens qui se sentent seuls, ou des gens les maqdin fihom, ou ils ont été facilement influençables par des gens les qui tkhalsom chi joye khren, ou tata ou lek chi hadak ou mchaw ki ou tarqo ou la dero des attentats là, ils ont provoqué des morts de taille الى اخره. اليوم اللي وقع فيه الحدث في امريكا والسبب ديالو الارهاب اللي الارهاب لا علاقه له بالاسلام وبعيد كل البعد عن الديانه الاسلاميه. الارهاب واحد المصطلح ربما لفقوه للمسلمين هو لا علاقه له بالاسلام. شنو بغيت نقول لك انا؟ بغيت نقول ان الارهاب لا علاقة له بالإسلام ولا علاقة إرهاب كاين في بورما إرهاب داروه اليهود وقتلوا آلاف الناس في القنبلة النووية في هيروشيما إرهاب داروا النازيين داروا هتلر وقتل الملايين إرهاب داروا ستالين وقتل الملايين فهمت؟ 11 سبتمبر واحد النقطة ديال التحول في العالم لانه من بعد العمليه الارهابيه اللي وقعت في نفس النهار في 11 سبتمبر كانت تحولات جذريه يعني في اونيفو ديبلوماتيك مونديال كان ادت الى احتلال العراق او ديستابيليزاسيون ديال الريجون تما ومن بعد ادى يعني الظهور ديال الجماعات الارهابيه داعش اتسيتيرا التاثير ديالها مازال باقي لحد الان تاثير يعني اثر ماشي غير في العراق في المنطقه كامله ويعني خلى دائره الارهاب يعني كتنمو خويا النهار ديال 11 سبتمبر كيمثل لي هو الحدث اللي وقع الحدث الارهابي اللي وقع بالولايات المتحده الامريكيه هذا هو الحدث اللي وقع بارز في الاذهان ديال العالم ككل بعض الناس او بعض المنظمات اللي كيقوموا غير بالتخريب وكينسبوا راسهم للعرب والمسلمين الاسلام بعيد على كل هذا والقران ديالنا ماشي يقولش هذا الشيء بعيد على الاحداث هذه ولكن الناس اللي في الاوروب وهذه ممكن ينسبوا مثل المسلمين باش يخيبوا الصوره ديال الاسلام ونيتشي هما تاخذوا المسلمين انا هذوك الحياه وهذاك الشيء كيديروا ارهاب ولا هما النيش كيديروا الحياه وكيقوموا بهذه الاعمال هذه باش ينسبوهم للاسلام 11 سبتمبر هو ذاك الحديث اللي كان وقع في الولايات المتحده الامريكيه الهجوم على ذاك البرج وكان خلف بزاف ديال الضحايا وكنشوف بان ذوك الناس ردوا ذاك نسبوا ذاك الشيء كامل نسبوا للمسلمين ونسبوا لاصحاب اللحيه كما تنقولوا وكنشوف بان دوك الناس راهم تعداو على الاسلام بزاف تيقولوا بالاسلام وكاين غير شي خلايا هما اللي متطرفين هما اللي كيديروا هاد الافعال هادي يعني ماشي وما عندهم حتى شي علاقه بالاسلام